أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ووصينا الإنسان بوالديه حملته وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها يا بني أقم الصلاة